أكمل وصف للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وخلقا، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل بالقرآن ويقف عند حدوده، فيرضى لرضاه ويسخط لسخطه.